أثارها لا زالت ماثلة للعيان، تروي حكاية الأقدمين لتقرب الأزمان. وحينما يجتمع السحر والجمال لتحلق الروح في روعة المكان، وتسرق من العين نظرها لتكون هي الصورة وعيناك البرواز. كالغزالة برشاقتها تتنقل بك من تاريخ سبق الزمان إلى عالم واقع الخيال. إنها أم قيس. إذا كتب التاريخ بالقلم والورق، هنا بأم قيس نقش التاريخ على الحجر والصخر. للمزيد عن تاريخ أم قيس وأثارها يسعدنا أن يكون معنا مدير أثار أم قيس. صباح الخير. صباح الورد. أهلا وسهلا فيكم بموقع أم قيس الأثري. جدارة الاسم القديم لموقع أم قيس، والذي أم قيس تقع ضمن لواء بني كنانة وتبعد عن إربد بحدود 20 كيلومتر. من مميزاتها الجغرافية أنه الإطلالة المميزة فيها، نشوف أمامنا جبال الجولان، بحيرة طبرية، وجبال شمال فلسطين. موقع أم قيس من المواقع المميزة واللي أخذت الطابع الروماني أو تصميم المدينة الروماني، إحدى مدن ديكابولوس العشرة. تعاقبت عليها العديد من الحضارات، أهمها الهلنستية والرومانية والبيزنطية والإسلامية، وأخيرا الفترة اللي إحنا موجودين فيها. من ميزتها أنه هي مدينة اشتهر بناءها بالحجر البازلتي الأسود، واللي هو بطبيعة المنطقة خالف تصميمها المدن الرومانية وحسب طبيعة المنطقة، بحيث نرى من خلفنا أنه الشارع الروماني أو الشارع الرئيسي هو ديكيومانس ماكسيموس، بعكس المدن الرومانية الأخرى واللي كان هو الشارع الكارد هو الشارع الرئيسي. أم قيس تتميز بالعديد من المواقع المهمة مثل سبيل الحوريات من خلفنا، بالإضافة لساحة الكنائس والمدرج الغربي والمدرج الشمالي، وهناك العديد من الكنائس الموجودة زي الكنيسة النصف دائرية والكنيسة الخماسية الأروقة، بالإضافة للبوابات المشهورة فيها مدينة أم قيس، بوابة طبرية والبوابة الغربية. موقع أم قيس يحتوي على متحف وبيت الروسان، هو من المعالم المهمة الموجودة بأم قيس، وحاليا يعني موجود المرحلة الأولى من الترميم لهذا المكان. هناك خطة شمولية لوزارة السياحة والآثار لتطوير الموقع الأثري والتراثي، وذلك من خلال خطة شمولية تطوير القرية التراثية وجعلها قيمة مضافة للموقع الأثري، حيث شرعت الوزارة بترميم القرية التراثية على نظام الحزم والمراحل. أنجز منها 3 مراحل مهمة، وهي مركز الزوار اللي كانوا يسمى حوش الحصبان، وهي عبارة عن مجموعة بيوت التراثية تم ترميمها من خلال وزارة السياحة والآثار لرفض ودعم الموقع الأثري ودعم لخدمات الزوار والسواح في موقع أم قيس الأثري، وأيضا للتشارك وإعطاء فرصة للمجتمعات المحلية كفرص استثمارية وإنتاجية داخل الموقع الأثري، حتى تكون هناك يعني في نوع من التشاركية مع المجتمعات المحلية. ويحدث للطبيعة أن تبوح بكل هذا البهاء والألق، ليس بالدفء المنبعث مع خيوط الشمس فقط وهي تلملم جدائل النور جادة للبعث من جديد، ولكن باكتمال القريب من القلب. يأتي دور وزارة السياحة والآثار بالاهتمام بموقع أم قيس السياحي من منطلق أهمية هذا الموقع التاريخية، ومن منطلق جمالية هذا الموقع الطبيعية، ومن منطلق احتوائه على العديد من المعالم الأثرية الهامة التي تدل على أهمية الموقع عبر العصور. فجاء دور وزارة السياحة والآثار في تأهيل هذا الموقع وإعادة تأهيله ليصبح موقع جاذب للحركة السياحية، ليجد الزائر لهذا الموقع كافة الخدمات التي تتطلبها هذه الزيارة. فعملت وزارة السياحة والآثار
على إنشاء العديد من المشاريع التي تخدم السائح، من أولها كان هو عمل الباركينج أو الموقف للحافلات السياحية وحافلات المواطنين والزوار لهذا الموقع، وعملت على إيجاد خدمات الوحدات الصحية التي تهم كل زائر لهذا الموقع، بالإضافة إلى عمل مشاريع عديدة لإعادة تأهيل وترميم المباني التراثية أو القرية التراثية التي نقف حاليا على مشارف هذه القرية الجميلة. هذا الموقع الجميل، هذه الإطلالة على بحيرة طبرية، على سهول بيسان، على هضبة الجولان، كل هذه المقومات تجعل من هذا الموقع موقع هام جاذب للاهتمام وإيجاد المشاريع وصناعة، لأنه هو موقع تاريخي هام يجب أن نعمل على تأهيله وتشديده ليصبح جاذب للسياح والحركة السياحية الداخلية والخارجية. آخر اهتمامات وزارة السياحة للترويج لهذا الموقع هو عمل مهرجان سياحي باسم مهرجان أم قيس السياحي، حيث يتم افتتاحه في 28/4 ولغاية 6/5. اشتهرت أم قيس بالفترة الرومانية بأنها كانت مدينة الفلاسفة والأدباء والشعراء، مثل أمثال الشاعر الكبير ملياغروس. والآن في عندنا في المتحف شاهد قبر لأرابيوس، بحكي هو استقرأ يعني المستقبل، انه راح تيجي ناس وراح يجوا سياح او شيء وخلي الذكرى. فبيحكي اليك اقول ايها المر من هنا، كما انت الان كنت انا وكما انا الان ستكون انت، فتمتع بالحياتي انك فعلا. يعني زي ما بنحكي انه الماضي راح والمستقبل غير مضمون، فعش اللحظه. فاحنا بنحكي لكل الاردنيين انهم يجوا على أم قيس ويستمتعوا بالاجواء ويعيشوا هاي اللحظه. أم قيس تجعل من زائرها شاعرا يحلق في فضاءاتها كالطير. أم قيس جميلة، وهذه دعوة مني إليكم لزيارتها لتستمتعوا بها، لأن كل ما فيها مذهل. أسعد الله صباحكم وطاب يومكم.